أخيرا يسأل هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم مأجورين أن توضحوا لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والفقرة الأخرى ما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدونة ومحفوظة في الأحاديث الصحيحة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه، ثم وضع يديه على صدره بقبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعهما على صدره، ثم يستفتح بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيرها من الاستفتاحات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن إذا كانت الركعة الصلاة ثنائية صلاة الفجر، أو وإن كانت الصلاة أكثر من الثنتين فإنه في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من المغرب يقتصر على قراءة الفاتحة، ثم يركع ويمد ظهره، يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ومفرجتي الأصابع، ويمد ظهره عليه الصلاة والسلام، ويكون رأسه بحيال ظهره لا يخفضه ولا يصوبه، ثم يقول سبحان ربي العظيم ويكرر ذلك، ويدعو الله عز وجل المغفرة، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد، يعتدل قائما ويطيل الاعتدال حتى يقول الحاضر إنه قد أوهم أي قد نسي، طيل الاعتدال، ثم يقول ربنا اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يسجد على سبعة أعضاء على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بما تيسر من الدعاء، ويلح في السجود ويكثر من الدعاء لأنه مظنة الإجابة، ثم يرفع رأسه ويقول الله أكبر، ويجلس مفترشا ويضع يديه على فخذيه ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ثم يسجد السجدة الثانية مثل التي قبلها، ثم يصلي بقية الصلاة على هذا النمط مع الطمأنينة ومع الخشوع ومع إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كما وردت، قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وأما الصلاة والسلام عليه في غير التشهد فيكفي أن يقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم على نبيك محمد، فيكفي هذا. نعم.